السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنتم مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ليصلكم كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام there was there were، كيف نفرق بين استخدامه في اللغه الانجليزيه. تابع معي نهايه الفيديو لنتعرف على كيفيه استخدام there was و there were. there was بمعنى كان هناك أو كان يوجد. there were أيضا كان هناك أو كان يوجد. طبعا there was هي الماضي من there is، بدلا عن is استخدمنا was. أيضا there were هي الماضي من there are، بدلا عن are استخدمنا were. كما نعلم is الماضي منها was، are الماضي منها where. اولا نترجم there was بكان هناك او كان يوجد. there were ايضا كان هناك او كان يوجد، لكن there was ياتي بعدها مفرد singular، اذا مفرد. there were ياتي بعدها جمع plural، اذا جمع. لاحظ there was a book on the table. There was a book on the table. كان هناك كتاب على الطاولة. لاحظ بعد was استخدمنا a بمعنى مفرد، أو ممكن أستبدل a أضع بدلا عنها one، يعني there was one book on the table. كان هناك كتاب واحد على الطاولة. تستخدم a أو one نفس المعنى. ايضا there was نستخدم بعدها an، متى؟ اذا جاء بعدها حرف صوتي، يعني there was an apple on the table. كان هناك او كان يوجد تفاحة على الطاولة. لاحظ استخدمنا an، لماذا؟ لانه الكلمة، لانه اتى بعد an حرف صوتي أو كلمة تبدأ بحرف صوتي. يعني نستخدم an إذا جاءت كلمة تبدأ بأحد الحروف الصوتية A I O U E. عندنا ال O ال A I U E، نستخدم an. ما عدا ذلك نستخدم a. مثل في هذه الحالة استخدمنا a، لماذا؟ لأنه عندنا B نسميه consonant لتر حرف ساكن. بينما استخدمنا an لأنه جاءت الكلمة مبتدأ بحرف صوتي عندنا استخدمنا an. الفرق بيناتهم نفسهم، يعني ممكن نحذف an نضع بدل عنها one، يعني there was one apple on the table، يعني يوجد هناك أو كان هناك تفاحة واحدة على الطاولة. يعني نحذف an نستبدلها ب one، مثل ما استبدلنا a ب one أيضا نفس الطريقة. لماذا؟ لأنه a و an بمعنى one وأيضا نكرة. يعني there was a book، كان هناك كتاب. هل هو الكتاب كبير صغير، كتاب English ولا Arabic ولا يكون math وهكذا. أيضا هناك تفاحة، هل التفاحة صغيرة كبيرة وسط، تفاحة حمراء خضراء، لا نعرف. عندئذ استخدمنا an للنكرة. إذا there was يأتي بعدها a أو نستخدم بعدها an، أو ممكن تستخدم one، يعني نحذف a نستخدم there was one book، أو نقول there was one apple. there were بحالة الجمع، نبدأ الجملة ب there were أيضا كان هناك. بدلا a أو one نستخدم رقم، ممكن يكون عندنا five seven eight، إذن ما عدا one two three four وهكذا. إذن there were five books on the table، يعني كان هناك خمس كتب على الطاولة. بدلا عن a أو one استخدمنا five، بدلا عن was استخدمنا were، لأنه جمع من was هو were. there were five books on the table، كان هناك خمس كتب على الطاولة. أو ممكن بدلا عن five نستخدم some، there were some books
on the table. يعني كان هناك خمس كتب على الطاولة. بدنا عن five استخدمنا some. كان هناك خمس كتب، هنا كان هناك بعض الكتب. الاثنين صحيحة. بدلا عن a استخدمنا five. بدلا عن an استخدمنا أيضا five. بدلا عن one أو a نستخدم رقم، أي رقم، أو نستخدم some بمعنى بعض. نريد أن نشكل سؤال فقط switch بين there was، يعني نقلب بيناتهم. there was تصبح was there، يعني نضع was في بداية الجملة تصبح was there. نضع a book on the table، فقط وضعنا was في بداية الجملة. هل كان هناك أو هل كان يوجد كتاب على الطاولة؟ الإجابة كما قلنا يا أما بيس أو يكون عندنا no. was there نقلبهم مرة ثانية yes there was، أو يكون no there wasn't أو was not. لماذا؟ لأنه عندنا was not اختصرها wasn't، بدلا عن الأو أضع apostrophe T. was there a book on the table؟ هل كان هناك كتاب على الطاولة؟ yes there was، no there wasn't. بالنسبة there were أيضا نضع where في بداية الجملة تصبح where there. بدلا عن some استخدم any. any استخدم حالة السؤال أو النفي. بدلا عن some بعض استخدم any بمعنى أي. were there any books on the table؟ يعني هل كان هناك أي كتب على الطاولة؟ أو هل كان يوجد أي كتب على الطاولة؟ إذا فقط وضعنا where في بداية الجملة، استبدلنا some بany. أيضا إجابة يما تكون yes أو يكون عندنا no. أيضا أقلب أول كلمتين دائما أثناء الإجابة. where there تصبح yes there were، no there weren't، أو يكون عندنا were not تكتبه بشكل كامل. إذن دائما ما تحتار، مثل was there لا تقول yes there was، yes there is، yes there has، yes there، لا لا أبدا. خلاص موجودة was وجيب be was، موجود عندنا where وجيب be where. مثل شخص تسأله where there يحتار مثلا yes there is، yes there are، yes there was، yes there do، yes there does. لا لا باشرة where وجيب beware، موجود عندنا was وجيب بواز. دائما وأبدا أول كلمتين أثناء تشكيل السؤال أقلبهم. أثناء النفي فقط بعد was أضع not، أيضا بعد where أضع not بهذا الشكل، أو تختصرها تصبح there wasn't بهذا الشكل، أو يكون عندنا there weren't. يعني there wasn't، there wasn't a book on the table. يعني لم يكن هناك، نترجمها لم يكن هناك كتاب على الطاولة، لم يوجد كتاب على الطاولة. أيضا أثناء النفي there weren't، there weren't أيضا نستخدم any، any books on the table، لا يوجد أي كتب على الطاولة. إذا استخدمنا any بحالة السؤال وبحالة النفي. إذا انتبه بحالة النفي نستخدم any بعدها جمع، أيضا بحالة السؤال نستخدم any يكون بعدها جمع. أيضا there was ممكن نستخدم بعدها a lot، there was a lot of، يعني كان هناك كثير من. water in the fridge، fridge بمعنى ثلاجة.
ممكن شخص يسأل الات اوف جمع واتر مفرد، اذا نستخدم الات اوف مع المفرد ومع الجمع، لكن لا نستطيع ان نقول ذير وير a lot of water. لماذا؟ water هو اسم نسميه uncountable noun، اسم غير معدود، مثل عندنا water, rice, sugar, oil, tea. إذن هاي اسماء غير معدودة. There was a lot of water. There was a lot of rice. There was a lot of sugar. There was a lot of oil. There was a lot of tea. وهكذا. إذا نستخدم was بعدها lot of بعدها اسم غير معدود يعني غير منتهي بس. أيضا ممكن نقول there were a lot of، هناك الكثير من people، كثير من الناس children، إذا الأولاد cars السيارات وهكذا. إذا نستخدم were بعدها a lot of أيضا كثير من، لكن عندنا بعده يأتي اسم بحالة الجمع. الجمع إما أن يكون منتهي بإس أو يكون مثل عندنا child طفل، الجمع منها children. عندنا كلمة person شخص، الجمع منها people وهكذا. إذا استخدمنا where لماذا؟ لأنه بعدها جمع. لا ننظر إلى a lot of، ننظر إلى الكلمة اللي بعدها. إذا بحالة الجمع نستخدم where، بحالة المفرد نستخدم was. اللحظة في التمارين نستخدم there was, there were أو بحالة النفي. A t-shirt قميص نصف كم على السرير. لاحظ a مفرد، عندي إذا نستخدم there was أو بحالة النفي نقول there wasn't، لم يكن هناك قميص نصف كم أو كنزة نصف كم. لاحظ many books on the shelves على الرفوف، العديد من الكتب. لاحظ many جمع، عندي إذن استخدم there were. There were many books on the shelves. A lot of noise كثير من الضجة. There was يعني عندنا noise، نعمل معاملة المفرد أو الجمع. There was a lot of noise، هناك الكثير من الضجة. Any milk أي حليب، إذا لاحظ بحالة النفي عندي إذا نستخدم wasn't. There wasn't طبعا apostrophe n apostrophe t. There wasn't، لم يكن هناك any milk أي حليب. لماذا استخدمنا was؟ لأنه عندنا milk بحالة المفرد يعني بحالة uncountable يعني اسم غير معدود، واستخدمنا any عندي إذا نستخدم معها not، أو not نستخدم معها any. There wasn't any milk، لم يكن هناك أي حليب. Any tables in the kitchen، أي طاولات في المطبخ. لاحظ لدينا any لكن بعدها جمع، عندي إذن نستخدم there were ونضع عليها not. There weren't، there weren't any tables in the kitchen، لم يكن هناك أي طاولات في المطبخ. استخدمنا wasn't لماذا؟ لأنه عندنا any وmilk مفرد. استخدمنا weren't لأنه عندنا any وtables بحالة الجمع، بحالة countable nouns. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. أتمنى قدم شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.